نحن ليس في دورية يعني نحو الشرق والغرب والوسط من أجل كما يقال من هنا وهناك حملة انتخابية أبدا، وبالتالي أقولها صراحة ما عنديش النية باش نترشح لا للفيدرالية لا للرابطة في الوقت الراهن في هذا الجو اللي نشوفه فيه غير مناسب تماما لتكلم في مثل هكذا مواضيع، لأن بعض الصحفيين أو بعض المسيرين أو بعض الفاعلين في حقل كرة القدم راحوا يتكلموا في هذا الموضوع، وتصورت أنا في الجرائد في التلفزيونات، وبعض الأشخاص يغتنمون الفرصة من أجل يعني تمرير هذه الفكرة لغاية في نفس يعقوب. نظن اللي بغي ترشح الفيدرالية ماهوش الوقت باسكو مارس، نظن اللي عندهم الخبرة في الأمور هذه ترشح مين علاش نضروك، ولكن كاين دائما يعني بعض من يسوق هذه الفكرة لأغراض، والكل يعرف كرة القدم وخبايا كرة القدم. أما بالنسبة لهذه اللقاءات وهي لقاءات اللي تخلينا نتبادل الآراء مع الإخوان رؤساء الأندية، لازم نسمعهم لأن هذو هما لي زاكتور دو فوتبول.